القصف النزعي والقصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية مستمر بشكل عنيف لليوم السادس على التوالي للعملية العسكرية على مخيم جباليا، حيث اشتدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على جميع مناطق المخيم منذ الساعة الثانية فجرا لحد هذه اللحظة، بالإضافة أيضا إلى إطلاق نار كثيف من قبل آليات الاحتلال التي توسع توغلها داخل مخيم جباليا. هذا القصف مدفعي عنيف طال جميع المناطق في مخيم جباليا. نعم فادي، طيب يعني هناك أخبار ترد حول حصار قوات الاحتلال لعدد من مراكز الإيواء في مدينة بيت حانون، ما هي تفاصيل هذا الأمر؟ نعم، بالأمس تقدمت آليات الاحتلال وجرافات الاحتلال إلى مدينة بيت حانون وحاصرت مركزين في داخل مدينة بيت حانون. لا يستطيع أحد الخروج من هذه المراكز ولا يستطيع أحد الخروج إلى خارج مدينة بيت حانون، فمدينة بيت حانون تم محاصرتها بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني هل تأوي هذه المراكز أعداد كبيرة؟ نعم، يوجد في كل مركز إيواء ما يقارب 10,000 نازح في كل مركز، إضافة أيضا أغلبية السكان الذين نزحوا من مخيم جباليا نزحوا إلى داخل مدينة بيت حانون بسبب عدم وجودها في الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي.